السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا داخلين خلاص على رجب وبعدين شعبان، وأهلا يا رمضان. وطبعا كلنا بنبقى محتاجين إزدالات صلاة عشان صلوات التراويح وعشان الصلاة في رمضان، كلنا بنبقى قريبين من ربنا أكتر وبنصلي. وعشان صلوات التراويح في الجامع، أو مش عارفة السنة دي هيبقى النظام إيه، بس طبعا حتى لو مش في الجامع بنبقى محتاجين إزدال الصلاة في البيت ويبقى لا غنى عنه. النهاردة شركة المختار وفرت لكم إزدالات الصلاة دي قبل أي حد ب45 جنيه، وبس يا بلاش أي إزدال صلاة من الإزدالات اللي حضراتكم شايفينها دي ب45 جنيه وبس. طبعا الإزدال بيبقى زي ما هو واضح قدامكم كده، الخامة بتاعته بتبقى الخامة اللي هي الفيزون، وبيبقى الإزدال الطرحة بتاعته ماسكة فيه، بيبقى يعني الإزدال بالطرحة بتاعته. زي ما قلت لحضراتكم الإزدال ب45 جنيه وبس، وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان هيبقى أحلى مع المختار. ده اللون الفوشيا اللي معانا، تاني لون من الإزدال، ودي فورمة تانية، يعني دي الفورمة الأولانية اللي أنا عرضتها لكم، ودي تاني فورمة من الإزدال، وطبعا بيبقى بالطرحة. تالت لون معانا اللي هو اللون الموف، موجود منه ألوانات كتير. رابع لون معانا اللي هو اللون الاحمر، في بعد كده الفيروز، في اللون الفيروزي كمان، في درجه اللبني. كل الازالات دي بتبقى بالطرحه بتاعتها يا جماعه، سواء الموديل ده او الموديل التاني، وبتبقى الطرحه بتاعته كبيره جدا. وفي ناس على فكره ما بتبقاش بتستغنى عن الازدال، لو هي مثلا نازله سوبر ماركت او نازله اي حاجه فبتكون عايزه اي حاجه سريعه اللي هي تدخل فيها بطرحتها فبتنزل بالازدال. وحاجه كمان، البنات بتوع المدن الجامعيه الطلبة بيبقوا محتاجين الازدالات دي جدا، بيبقوا اي حاجة يعني على السريع عايزين ينزلوا يجيبوا طلبات، فبيدخلوا على في ازدال الصلاة وبيبقوا كلهم ماشيين بسم الله ما شاء الله طقم كده ازدال صلاة في الشارع، فبتبقوا محتاجين الحاجات دي جدا. وعايز اقول لكم ان الازدال سعره 45 جنيه وبس، مش تمن خياطة الازدال خالص، مش تمن القماش اصلا، مش تمن اي حاجة، يعني حاجة ببلاش. شرفونا واستفادوا بالعرض، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد. وكل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان أحلى مع المختار.